النهاردة واحد من أجمل الأصوات في مصر والعالم العربي، شيخ وبتدي نصيحة أو بتفتي كده كده كان هيغني بيا أو من غيري. بيقولوا إن أنت غرام من النجاح. محدش بينافسني خالص. زعلان مني؟ قلب الحقائق. هو نسي ولا تجاهلك؟ أنا صحيت الصبح ما لقيتش صوت فجأة. الحمد لله. عمرو دياب مش كان زميلك في المعهد كتير؟ أنا ما لحنش لعمرو دياب. يعني أنت تلحن لتامر حسني وما تلحنش لعمرو دياب؟ ده صحيح، مش الصوت اللي أحطه في العربية عندي. جيرين قفلت ليه في وشك السكة؟ فجأة لقيت واحدة تطفي، قلت له بقول لك إيه؟ شعرت بالخذلان وقتها؟ صوت زي الغام ده زي ما لحنوش. فاكر صاحبك اللي بشاكني الفيلم؟ قال له لا. حنان ماضي. قال له لا. يبقى ولا حنان ولا طارق. قال له ماشي خلاص ماضي. اغنية اكتب لك تعاهد يا عم طارق. مش هقدر اجاوب عليه. مش هينفع. مرحبا رمضان. العرافة مع بسمة وهبة. الليلة السادسة مساء. رمضان أحلى على النهار.